السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. احضروا الكاو، درجة الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سلسلة معلول، سلسلة علي معلول، ماجد معلول، سليمان لعبد الله لسعيد لوليد سليمان، الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة والعرضية جميلة، راس وهناك جهد كبير بوزن، ودي كرة في مكان خطير وفرصة جول 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 جول. ألا هنا، ألا دوي، ألا تري النادي الأهلي، الله عليه، ألا دوي، ألا دوي، ألا تري النادي الأهلي، الله عليه، النادي الأهلي يحسمها في اللحظات الأخيرة. سان داونز وبالفعل طبعا سان داونز النادي اللي يملك خبرات، وهي الغلطه، هي الغلطه، هي شكرا لليانجو، شكرا لليانجو، صلاح يا صلاح يا صلاح، هنا امامنا، هنا في هذه اللقطه صلاح محسن لمده حضرتك، ويستحق ان يشارك امامنا هنا، خطا قاتل قاتل جميل من جانب اليانجو، وهدف اهلاوي في الدقيقه 89 عن طريق صلاح محسن اللي لازم يعترف. أنا أقطع لعبة أكرم جحري، بيرسي طاو، بيرسي طاو، والتعادل والتعادل والتعادل، التعادل، التعادل يأتي للهلالي، محمد شريف نعم يفاجئ دفاعات صيفية، ولكن الخطأ ارتكب من أكرم جحري، الأهلي يسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب محمد شريف البديل، يتابع كرة من بيرسي طاو، خارج الخطوط، يراقب، يتابع، معلول، والرأسية، والتسديدة، جول! جول! اليوسيان طريقة جديدة لن يبتكرها اليوسيان، لاعب الوسط المتطور في 77 اليوسيان.
ديانج يسجل هدف تاني قاتل في الدقيقة 91. الدقيقة 91 ديانج يسجل هدف قاتل للنادي الأهلي بعد ما احنا من قبل مجدي أفشة تلعب على الجهة اليسرى الكرة من هنالك. الحكم يعلن ركلة الجزاء. الحكم يعلن ركلة الجزاء. بدر يتقدم. بدر يتقدم. بدر بانون وبروعة وجول. بدر بانون وبروعة وجول. هدفان مقابل هدف واحد تصبح النتيجة الآن. دائما لعناصر المريخ حين شفنا فكر المدينة هي في نفسه لأخذ مكانه. وكذلك تلعب بينية أفشة حسين الشحاتي. أفشة مرة ثانية. أفشة ينفذ الكرة بعيدة خطيرة. جول خطيرة وجول وهدف التعديل. حتى في أصعب الظروف فريق الأهلي لا يخسر ويتمكن من تعديل النتيجة. السلام هدفا لمثله ما صارت النتيجة الآن مشاهدي معدية. يلا يا سيد يلا يا وليد يلا وليد عرضيها والنبهه عبد الله. حلوه. خلصت الكلام ما في كلام. يا سلام. الله عجول في توقيت روعه. على البعيدة جيرالدو تطرد من مروان. فرصة تانية. جيرالدو ممكن جول. عملها الأنجولي في الوقت المحتسب بدل من ضائع. يقطع الشبكة والكل نزل الملعب. هدف أهلاوي في اللحظات الأخيرة. يا رجل ده مدفع رمضان. جيرالدو بيطلق مدفع رمضان. جيرالدو يسجل هدف للنادي الأهلي في الوقت المحتسب بدل من ضائع في سقف الشبكة. عبيد حداوي ودي جيرالدو بيعدي ويفوت في اللقطات النادرة وكرة معدية وتسديدة جول عالمي من علي معلول. علي معلول بتسديدة نارية. ما فيش أجمل من كده علشان النادي الأهلي في الدقيقة الثانية بلس 90 يؤكد من جديد وجديد إن النادي الأهلي هو ذا ماستر أوف سسبنس. ثقات وادي رمضان. يا سلام. عدى وفات رمضان وبكورة ممكن إجوان. وادي تاني الإجوان. يا عيني على المزيكا من رمضان ومن صالح كمعة بتاع الإجوان. بص شوف الكلام وبص شوف النادي الأهلي في 3-4 دقايق بيقلب التعادل إلى هدفين. ولكن بص شوف رمضان على حدود منطقة الجزاء. أحمد فتحي وليد سليمان يخلصها على حدود المنطقة وتسديدة من معلول. جول وكأن علي معلول بيصالح جمهور النادي الأهلي عن ركلة الجزاء اللي ضيعها. قال لهم محدش هيجيب الثلاث نقط غيري. داخل علي جول مش ممكن مش معقولة. مباراة مجنونة والنادي الأهلي ذا ماستر اوف سسبنس. فرحة كبيرة جدا. مباراة وفرق وشايفها حلو. هيقدر يسجل اهداف. ادي كرة مرة تانية وادي كرة جول. عملها علولو في الدقيقة الرابعة بلس 90 علشان يسجل علي معلول الهدف الخامس. قادر يتمالك الثواني المتبقية. ودي كرة عند عبد القادر. هيعمل ايه؟ ودي كرة مرة تانية جول. هو معلول ملك الحلول وهو الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس. فرحة مجنونة وقصة مثيرة. قصة غير معقولة. قصة
الشرقية يحيي اللعبة. وليد سليمان يسلم زياد بوت ويعمل تمريرة وادي جول 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 جول. هو المخيف، هو الأفندي في الدقيقة الأولى بلس 90 وذا ماستر اوف سسبنس. هي ايه ماستر اوف سسبنس؟ ولكن بص شوف ولد الشاب بيحط تمريرة ولمسة واحدة تحقق وراح وقرب من وسط ملعب الجونه ولعب واحده عاليه وطويله عند مروان محسن. استلم مروان، استلم مروان، سدد مروان الله، سدد مروان الله، الهدف الغالي يا مروان. حسن وادي الكره من ناحيه الشمال، تمريره وعرضيه والمطالبه بلمسه يد، المطالبه بركله جزاء. عليك يا اهوان وتابع الكره اللي فاتت. نظرات، تركيز، تقدم، تنفيذ، تسجيل، تسجيل، تسجيل. 1-0 للنسر الأحمر للكبير الأهلاوي، يتقدم بهدف دون رد. 1-0 من علامة بلعب ليفك يا اخويا وعامل 77 كيل ومش لاقي دكر يختي ده سكواد. يا عم ده خد 7 هيت شوت وما وقعش. يا عم اللي يعرف يحصلني يكسرني بقى. بيو 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 بيو. وضحكت عليكم يقا يقا يا اللي يعرف يحصلني بقى يكسرني. يا نهار ازرق ده شكلهم جايين بجد. تعال لي يا جدعان مكمر ومعاه شوتجر. انت استاذ في الكمبره يا استاذ. يخرب بيت دماغك. ابلع يلا انت وهو يلا. يقا 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 يقا.